في طابور طويل يتخطى طوله كيلومتراً وقف راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي منتظراً الإدلاء بصوته في أول اقتراع حر تشهده تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي في يناير الماضي. ويعول التونسيون على هذه الانتخابات بأن تدشن حقبة جديدة في تاريخ بلادهم لتنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، لكن المخاوف من الإسلاميين لا تبددها شفافية الانتخابات، وهم من المتوقع أن يحصلوا على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات، ورغم مخاوف العلمانيين من الإسلاميين ودفاعهم الشرس عن العلمانية التي تميز المجتمع التونسي وروح دستوره، إلا أن الغنوشي يشدد على أنه لن يفرض قيمه على التونسيين، مشيرا إلى أن حزبه ينتمي للإسلام الوسطي، أي النموذج الشبيه بحزب العدالة والتنمية في تركيا. لكن الحزب يصعد سياسيا، فقد وعد الغنوشي بعدم التعرض للمرأة التي غالبا ما تكون كبش محرقة الأحزاب السلفية، ووعد بالسماح لها بارتداء ما تشاء وبعدم التعرض لما يرفض الإسلاميون تداوله، ما أدى إلى ارتفاع شعبية الحزب واعدا بحصة كبيرة في المجلس التأسيسي، الأمر الذي صعد قلق العلمانيين والليبراليين، وهو السبب نفسه الذي دفع الحزب الديمقراطي التقدمي بتركيز حملته الانتخابية على حماية العلمانية بعكس ما كان مطلوباً، وهو طرح برنامج سياسي للمرحلة الانتقالية الجذرية التي تمر بها تونس. مشهد يخيف العلمانيين والليبراليين، ولم يكن أحد يتوقع أن يحدث في تونس بالذات. هؤلاء السلفيون هاجموا محطة نسمة التلفزيونية قبل أسابيع لبثها مواد فنية اعتبرت تجديفاً، ورغم أن هذه الجماعات تدعمه، إلا أن الغنوشي قال إن لا علاقة لحزبه بهم، ومع هذا ينظر له البعض بعين من الريبة. والله بشائر النصر. نيفين أفيوني، العربية.